أرضنا ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما يسلموش فيها حتى النصر. الأرشيف الجزائري الثوري ثري يجعلنا نقف أمام محطة ملهمة لرجال قالوا لن نكون لتكون الجزائر، ولنا كل الحظ أن نلاقي شواهد حية تعيد رسم الصورة البائسة التي كابدها أجدادنا من أجل أن نعيش مرفوعي الرأس. غباي عبد الرحمن واحد من رجالي الجزائر، هكذا قالت عنه المجاهدة الشامخة. هو يعين اللي يجيب الخبز، هو اللي يعين يجيب الصوالح، هما اللي يراقبوا، هما اللي يدوروا، سمعت؟ وماشي الاخر كان يمساه مريحين. ايوا ويا انا تاني كنت مسهوله لما الشهريه نوضهم يشقاو العوين، نعاود نفرقوها لهم على ظهورهم يديوها للجنانات. ايوا يعاود يحطبوا ويجوا طالعين مروحين باش ما يلقاوهمش، قال كانوا يوصلوا العوين. ايوا هذه هي قبضنا الحبس عام وحنا في حبس القصبة، وخرجنا مشينا نشرعوا ما شرعوا الناس بلا شرع، خرجنا هكذاك. ايوا روحنا. غباي عبد الرحمن او عفان ولد في العام 1929 بقرية غراون الفحص ببني سنوس، مكابدا مرارة اليتم منذ صغره، فكان ووالده ها هنا في هذه القرية المنعزلة عن ملامح الحياة، حيث تلامس قدماه تراب الأرضية الطاهرة روف أعلنت عن قدوم واحد من رجالات منطقة الألف شهيد. عايش في عند عمته غوباي، عايش عند عمته خيرة، ديك اللي مات بعدها قدامه بواحد الأيامات، هذيك كان عايش عندها غوباي. إيوا وكبر، هاي الدنيا كانت يتفلح واسم تخدم، يتفلح والحلفة ما عندهم والو، هذا اللي كانت عندهم. إيوا وحنا تاني كنا نخدمو الحصيرة، نخدمو الجنانات، نفطو الكرموس، واسم هو هاكا مسهول ونباع. كان مسهول انباع ودخل للطورة هربا. تا نهار اللي ربحنا كنا نزلنا عام وست شهور وربحنا، قبض عام تا هو ونص في الحبس وخرج غوباي، ويانا قبض طعام قلت 3 شهور حبس القصبة. يا كنا كل شيء يا انا ورمضان وخاها عبد القادر ومن زهرة وحز زوج ديال الناس ولا 3، ايوا هادو هما، وزوج من الخميس قولوا له بعد هوات الفلي، كان يعني هو المسهول الكبير من الخميس. راه بالك عاد حي ولا رمات في وهرن. ايوا هذه هي الطورة. بعد ان اشتد عدو غباي عقد قرانه على احدى بنات القرية حليمة بن دفو، وهي احدى قريبات المجاهدة الشامخة، مما ولد لديه معتقد انه اصبح يملك اسرة، والجزائر اكبر اسرة، ليلتحق بعدها الى صفوف جيش التحرير الوطني ويقضي فترة جهاده بين اسيرين هو مكافح. ها زوج قدام ما يطلع للجبل، كان يتيم وزوجه البنت خالي بنت علي الطاهر، هذيك بنت خال امام. ايوا زوجوها كي نط الطورة، مشى للطورة كي نباع خرج، ما هو كان يخدم في الشعب. قبض قبضاتو في المحل، في المحل نقبض كيما نقبضنا حنايا، هو نقبض معانا هو ولد هوات الفليم تاني من دوابنا، ويانا ورمضان، حنايا 5 وكيقولوا له
واحد من الخميس، حنا يا ستة نقبضنا في ذاك النهار، زوج ماتوا الساعة سي عمر مغنية، نقولوا له سي عمر ضرب عينيك، تما ضربوه قتلوه، وحنا يا درنا وموح العربي ولد خالي، تما كذا كان يضرب بالعشارية أعطاوه جاتو في القلب، أنا قعدتو هكذا نصيب دمها ودلومني. ثم بعد ولد خالي مات، قالوا ديك الساعه اللي قال الواش قبضوا عليا امك نوني، ديك الساعه خرجت عمرو عايشين بالزرع، تطحن الزرع والقمح وتاكل، ماشي كلمه اليوم ترفدوا من الحانوت من غرب الود، تفصلوا الدنيا تدرس طح صدر. منين التطوره وانا نشارك، هو وعد باقي واحد سمعت، منين التطوره وانا مشاركه، تمشيت التطوره كي مشات الطورة واحد رعادة في تموشنت يلغاولو أحمد بالك ولا كي يلغاولو، يعني كان يلغاولي يمينة يعني الشمخة ويلغاولي يمينة، وهو كان عفان ما عرفت واسم كان يلغاولو محمد ولا كي مسمينهم يبدلوا لي اسم، وهي البيعة كي تجيك تجيك مقيدة فلان الفلاني. بالرغم من بلوغها عتبة التسعين سنة، إلا أن المجاهدة الشامخة لا تزال تحتفظ ببعض من تفاصيل حياتها، ومن خلال وصفها الماضي يتبين أن الجزائري تولد على جبينه الحرية، دفع من أجلها الشعب أشهر وسنين من الألم، فلم يعدهم أحد بشيء غير وعد الله بالجنة والفرحة حين يفرح أطفال الجزائر بالنصر. هذه أرضنا ورانا عايشين فيها، والشعب بتاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما نسلموش فيها حتى النصر وإلى الاستشهاد.